بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا سنه سته في اخر غاز في الوحده الثالثه، بيتكلم عن غاز النيتروجين. النهارده هنتكلم عن غاز النيتروجين زي ما اتكلمنا عن غاز الاكسجين وغاز ثاني اكسيد الكربون، بس انا عندي في غاز النيتروجين انا ما عنديش تحضيره. بس الاول لازم اعرف ان غاز النيتروجين ده غاز مهم جدا جدا جدا، انا برمز له بالرمز ايه؟ برمز له بالرمز N2. وزي ما قلت لك طالما الذرات متشابهه يبقى معنى كده ان هو عباره عن جزيء. جزيء ماله؟ جزيء ثنائي الذرات. يعني ايه جزيء ثنائي الذرات؟ يعني بيتكون من ذرتين نيتروجين. يبقى النيتروجين برمز له بالرمز N2، ده ماله؟ ده جزيء. جزيء ليه يا اولاد؟ عشان ذراته متشابهه بيتكون من ذرتين ايه؟ ذرتين نيتروجين. غاز النيتروجين ده ليه اسم كمان بقول عليه، اسمه غاز الازوت. يعني ايه غاز الازوت؟ يعني غاز عديم الحياه. يبقى يطلق على غاز النيتروجين اسم غاز الازوت. يعني ايه غاز الازوت؟ لازم تعرف ان هو عديم، عديم الحياه. ليه عديم الحياه او ليه بسميه غاز الازوت؟ لانه لا يساعد على الاشتعال، ما بيساعدش على الاشتعال، وكمان ملوش اي دور في عمليه التنفس. يعني ايه؟ يعني انا اثناء عمليه التنفس بستخدم غاز الاكسجين وينتج منه غاز ثاني اكسيد الكربون، هو دلوقتي مش موجود خالص معايا في عمليه التنفس، عشان كده بقول عليه اسمه عديم الحياه. ليه عديم الحياه؟ لانه لا يساعد على الاشتعال ولا يستخدم في عمليه التنفس. ايه كمان؟ هو غاز عديم اللون والطعم والرائحه، ملوش ولا طعم ولا ريحه. ايه كمان؟ صعب الذوبان في الماء. نفتكر الاكسجين كان شحيح، انما ثاني اكسيد الكربون كان بيدوب. النيتروجين لا يذوب، ما بيدوبش. غير كده يا اولاد انا عندي ان النيتروجين ده ليه اهميه كبيره جدا جدا جدا، ودي من اهم الاهميات في ان هو مكون اساسي لجميع المركبات البروتينيه. وعشان هو مكون اساسي في المركبات البروتينيه فعشان كده هو بيكون انسجه الجسم. يبقى النيتروجين يدخل في تركيب أنسجة الجسم ويدخل في تركيب المركبات البروتينية. أنا جسمي عشان أبنيه لازم أكل بروتينات. طب البروتينات موجودة، مين اللي بيكونها؟ غاز النيتروجين. طب طالما هو بيكون مركبات بروتينية فمعنى كده أنه هو بيكون أنسجة الجسم. يبقى النيتروجين رمزه N2، عبارة عن جزيء ثنائي الذرات، بيكون من ذرتين نيتروجين. طب النيتروجين ده نسبته كام؟ النيتروجين ده نسبته 78% من حجم الهواء. بيمثل قد ايه؟ بيمثل 4/5 حجم الهواء. الاكسجين كان 21%، ثاني اكسيد الكربون كان 3%، ثاني النيتروجين كام؟ 78%، يعني بيمثل 4/5 حجم الهواء. غاز النيتروجين زي ما انا قلت لك موجود ب 78%، وبيدخل في تركيب انسجه الحيه اللي هي انسجه الايه؟ الجسم. يبقى معنى كده ان انا بحتاج غاز النيتروجين، بحتاجه في الحياه. ليه؟ علشان استخدمه في تكوين الجسم. طيب غاز النيتروجين ده ايه اللي بيحصل يا اولاد؟ عند حدوث البرق شرط اساسي ان لازم يكون فيه ايه؟ فيه برق. بيتحد الاكسجين مع النيتروجين. طبعا اكسجين اما بيتحد مع حاجه بيدي اكاسيد، وهيعطي اكاسيد نيتروجين. اكاسيد النيتروجين ديت يا اولاد بيحصل لها ايه؟ بتصل الى التربه عن طريق الامطار، وبعد كده بلاقي ان البقوليات بتمتصها عن طريق العقد الجذريه وبتكون منها الايه؟ البروتينات. يبقى نقول كمان مره، اثناء حدوث البرق يتحد الاكسجين مع النيتروجين وهيكون اكاسيد نيتروجين او اكاسيد نيتروجينيه. الاكاسيد النيتروجينيه ديت هتوصل للتربه عن طريق ميه المطر. هتيجي النباتات البقوليه، النباتات البقوليه يا اولاد ده الجدر بتاعها بيبقى عباره عن عقد بكتيريه، هي اللي بتمتص النيتروجين في الوقت ده علشان تكون البروتينات. طيب دلوقتي انا عندي البقوليات موجوده في مين؟ البرسيم ده بقوليات، البازلاء اللي هي البسله، فول الصويا، كل دولت بقول عليهم ايه؟ بقول عليهم بقوليات. البقوليات ديت بتحتوي على البروتين. جابت البروتين منين؟ اما غاز النيتروجين اثناء البرق اتحد مع الاكسجين اداني اكاسيد نيتروجينيه،
نزلت للتربة قدرت البقوليات انها تمتصها عن طريق العقد الجذرية. طب اقدر استخدم غاز النيتروجين في ايه؟ ايه هي اهميته بالنسبة لي؟ يا ترى بنستخدمه؟ طبعا هو نسبته كبيرة جدا، نسبته 78%، نسبة كبيرة. اكيد بستخدمه، بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في ملء اطارات الطائرات والسيارات. الكاوتش بملاه بايه؟ بملاه بغاز النيتروجين. ليه بملاه بغاز النيتروجين؟ عشان هو اساسا عنده ثبات نسبي لحجمه، تغير درجة الحرارة. يعني ايه ثبات نسبي لحجمه؟ يعني بارتفاع درجة الحرارة او بانخفاض درجة الحرارة ولا بيتمدد ولا بينكمش. فانا عشان كده بقول الثبات النسبي لحجمه. يبقى علل تملأ اطارات السيارات والطائرات بغاز النيتروجين ليه؟ للثبات النسبي لحجمه بتغير درجة الحرارة. ايه كمان؟ بستخدمه في ملء بعض انواع المصابيح، بملأ به بعض انواع المصابيح. ايه كمان؟ استخدم في صناعة الفولاذ الذي لا يصدأ. الفولاذ ده نوع من انواع المعادن. بستخدمه في ايه كمان يا اولاد؟ انا بستخدمه في يدخل في تركيب البارود. البارود ده ماله؟ البارود ده اللي انا بستخدمه في ايه؟ الحاجات اللي بتنفجر. وبستخدمه في ايه كمان؟ في صناعة نترات الامونيوم. طب نترات الامونيوم ديت مفيدة بالنسبة لي؟ ايوه، بصنع منها الاسمدة والمخصبات للتربة. يبقى يستخدم في ملء اطارات الطائرات والسيارات. ليه؟ للثبات النسبي لحجمه مع تغير درجة الحرارة. بستخدمه في ملء بعض أنواع المصابيح. بستخدمه في إيه كمان؟ بستخدمه في صناعة الفولاذ الذي لا يصدأ. وإيه كمان؟ بستخدمه في صناعة البارود. بس لا، وكمان بستخدمه في صناعة نترات الأمونيوم. خد بالك الاسمين مختلفين، عشان كده أطلقت عليه اسم إيه؟ اسم مركب. ونترات الأمونيوم بستخدمها في صناعة الأسمدة والمخصبات للتربة. إيه كمان؟ أنا بستخدمه في صناعة النشادر. النشادر ده رمزها NH3. طبعا الذرات مختلفة، فعشان كده بقول عليها هي إيه؟ هي مركب. فيها N أهو، يبقى فيها نيتروجين، يبقى يستخدم في صناعة النشادر. النشادر ديت اللي هي الأمونيا، وبرضو النشادر أنا بستخدمها في صناعة الأسمدة والمخصبات. ده بالنسبة لي النيتروجين، النيتروجين الغاز. طيب فيها عندي نيتروجين سائل؟ أيوة، في نيتروجين سائل. النيتروجين السائل ده يا أولاد أنا بستخدمه في علاج الأورام الجلدية الحميدة، وكمان بستخدمه في عملية التبريد. بس خد بالك في سؤال مهم، اما يجي يقول لي الغاز الذي يستخدم في التبريد، طالما غاز يبقى ثاني اكسيد الكربون، انما هنا اللي استخدمته في التبريد مين؟ كان نيتروجين ايه؟ نيتروجين سائل. يبقى دي كانت معانا اهميه النيتروجين. ان شاء الله المره الجايه هنبدا في وحده جديده بتتكلم عن اجهزه الجسم. اقابلكم على خير ان شاء الله.